بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ويوم خاص إنه نهائي الكأس بين الأهلي والمصري، الكأس رقم 85 في تاريخ المسابقة الأقدم في الكرة المصرية والعربية والإفريقية. في البداية برحب بضيوفي الكرام، الناقد الرياضي الكبير أستاذ أحمد فاروق، منور النهاردة. ربنا يخليك كابتن محمد، وبسعد دايما بالتواجد معاك. ايضا محلل الاداء الناشط الاستاذ احمد ثابت، اهلا بكم نور النهارده. اهلا بكم نور دايما. طبعا النهارده ليله غير عاديه، ليله نهائي الكاس زي ما قلت لحضراتكم، البطوله الاقدم عبر تاريخ الكره المصريه والافريقيه والعربيه. دائما بدايه البطولات تاتي من مصر، سواء دوري عام او سواء بطوله كاس مصر، ولكن بطوله الكاس دائما هي الاقدم. خلينا نخش في اجواء ليله الكاس والفيفا، حتى الاتحاد الدوري الفيفا في الموقع الرسمي تمنى حظ سعيد للاهلي والمصري في نهائي الكاس، وده بيوري لك مدى الاهتمام الدولي ببطولة كأس مصر، لأنها هم عارفين كويس قوي إن دي البطولة الأقدم على الصعيد الإفريقي وعلى الصعيد العربي. وفي الموقع الرسمي النهائي كأس مصر الليلة، الأهلي مع المصري الساعة 8 بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب. تمنياتنا بلقاء ممتع وحظ سعيد للجميع. أيضا عندنا لجنة المنشطات برئاسة الكابتن محمود الشامي، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم السابق وعضو المنظمة، هيكون هو رئيس لجنة المنشطات، وهيتم سحب 3 عينات من كل فريق الليلة طبعا بشكل عشوائي، وفي حالة ثبوت أن 3 عينات إيجابية في أي فريق سيتم سحب اللقب منه وإداءه للفريق الآخر. أما إذا ظهرت نتيجة عينة أو إثنين إيجابية لدى فريق واحد، بيتم معاقبة اللاعب أو الاثنين المتورطين في تعاطي المنشطات دون المساس بنتيجة اللقاء. ده كان من أبرز الحاجات، لأن النادي الأهلي كان طلب أن هو يبقى فيه يعني اختبار للمنشطات، والصراحة اتحاد الكرة كان متعاونا جدا. في 4 مراقبين لكأس مصر الليلة، لجنة المسابقات الاتحاد المصري بكرة القدم رئاسة الحاج عامر حسين قررت تعيين 4 مراقبين لمباراة نهائي كأس مصر اليوم. اختار الحاج عامر حسين محمد علي مراقبا رئيسيا للمباراة، وبيعاون المهندس سيد بخيت كمراقب لمدرجات ملعب المباراة. واختارت اللجنة منسقين أمنيين هم اللواء أشرف صيام والمقدم محمد رشدي. ده من الناحية التنظيمية ومراقبة نهائي كأس مصر الليلة. النهاردة يوم غير عادي، ليلة نهائي كأس مصر، الأهلي والمصري، مواجهة على صعيد ساخن جدا جدا جدا، خاصة أن الدوري العام النادي الأهلي فاز في الدور الأول ب3 أهداف مقابل 1، وفي الدور الثاني تعادل 1-1. خلينا نخش في أجواء اللقاء سريعا أحمد. بداية طبعا ساخنة هتكون لنهائي الكأس الليلة، النادي الأهلي متحفز يريد استعادة اللقب الغائب بقاله 10 سنوات، والنادي المصري مع حسام حسن يريد أن يكتب التاريخ. ده يوم للأهلي، الأهلي غايب عنه البطولة من 10 سنوات رغم اكتساحه لبطولة الدوري وهي البطولة الأهم، لكن الغياب عن بطولة كأس مصر يعني خلى اللقب ده مهم جدا للنادي الأهلي. كمان الثنائية، الأهلي بقاله 10 سنوات بطبيعة الحال بما إنه محققش كأس مصر من 10 سنوات، فالثنائية المحلية غايبة عنه من 10 سنوات، ده شيء مهم جدا. كمان بطولة فارقة جدا في عمر السنة نفسها، لأن النادي الأهلي السنة دي عامل سنة مبهرة على صعيد الألعاب الجماعية، بطل أفريقيا في كل الألعاب الجماعية، حقق بطولة الدوري، ففي حال تحقيق بطولة الكأس هتبقى بس بطولة أفريقيا في كرة القدم، وتبقى سنة أكثر من ممتازة للنادي الأهلي. فأنا أعتقد أنه يوم خاص جدا، وإن شاء الله كل الأرقام تتكلم عنها دي تتحقق النهاردة إن شاء الله بإذن الله. أحمد ثابت أدب إليك، شايف لقاء نهائي كأس من الناحية الفنية هيبقى له ترتيبات يعني مختلفة شوية عن لقاءات الدوري. النهاردة لازم يكون فائز، لو في تعادل يبقى في وقت إضافي وضربات ترجيح، بالتأكيد مواجهة الكأس بتختلف عن الدوري. بالفعل المباراة النهاردة هتكون صعبة على الفرقتين، الفرقتين عندهم نفس الدافع، النادي الأهلي إذا كان هو بقاله 10 سنين ما خدش البطولة، فالنادي المصري برضو النهاردة نهائي وبقاله 19 سنة ما خدش البطولة، فالدافع عند الفرقتين متساوي. ولكن طبعا لو بصينا دايما على العامل النفسي، دايما في العامل النفسي دايما او الضغط النفسي بيبقى العبء اكتر على اللي عايز يحقق العبء كامل او عايز يحقق الهدف بتاعه كامل. النادي الاهلي في الموسم ده عايز يحقق الدوري وعايز يحقق الكاس، فالضغط النفسي طبعا بالتاكيد على النادي الاهلي اكبر عكس لعيبه النادي المصري. ليه؟ لان النادي الاهلي عايز يحقق الهدف كامل ان هو ياخد من الموسم ده دوري وكاس، دايما الضغط النفسي بيبقى اكتر على اللي عايز يحقق الهدف كامل. بالنسبه طبعا للفنيا، اعتقد ان البدايات النهارده هتكون فيها حذر شويه من الفرقتين. يمكن كابتن حسام دايما معودنا، حسام حسن يعني مدرب النادي المصري، معودنا دايما ان هو بيضغط اول 5 دقائق على النادي الاهلي،
دايما بيحاول ان هو يخطف هدف، ولكن اعتقد النهارده نهائي كاس فهتكون تفكيره مختلف شويه، هيكون الفرقتين هيكون فيهم عندهم حذر نوعا ما في البدايه، اعتقد المباراه ممكن تكون مقفوله شويه الا طبعا لو جه هدف مبكر. هنشوف الكلام ده فين من خلال اللقاء ده. امام حضراتكم كواليس الفريق، طبعا اقامه النادي الاهلي في فندق الاقامه ببرج العربي الاسكندريه، وادي الكابتن سمير عدلي طبعا في الاداره الاداريه للنادي الاهلي. كابتن سمير عدلي من الخبرات الكبيره جدا سواء مع منتخب مصر او مع النادي الاهلي، وخبره كبيره جدا في الشق الاداري. ادي حسام غالي وجلسه ما بينه وبين حسين السيد، واعتقد ده وليد مهدي مدير اداره المباريات، وبيبين دايما حسام غالي وجوده مع اللعيبه، وجوده في حوارات في داخل المعسكر بتفرق كتير جدا مع اللعيبه، وبيزيد من التركيز والترابط للدخول في اجواء اللقاء. خلينا نخش في ايضا اخبار سعد و سعد وسمير وكريم نيدفيد هينتظموا في تدريبات الاهلي بعد اللقاء اليوم. سعد سمير عنده مشكله في العضله الاماميه، وايضا كريم نيدفيد عنده اجهاد في العضله الخلفيه، والاثنين هيكونوا بعيد عن اللقاء. والدكتور طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل ان الثنائي في مرحله نهائيه من التاهيل، وهيكونوا جاهزين للانضباط في التدريبات بعد كاس مصر. الحاجات اللي حضراتكم شايفينها دي حصرين على قناه النادي الاهلي، مش هتلاقيها في مكان تاني. كل شيء يخص النادي الاهلي في معسكره، كل الكواليس، كل الاجواء هتلاقوها عندنا في قناه النادي الاهلي، قناه نادي القرن. كابتن حسام البدري بيوافق على انضمام عمرو بركات لمنتخب المحليين اللي بيستعد للقاء الاياب امام المغرب في تصفيات كاس الامم الافريقيه 2018 بكينيا، وايضا منتخب المحليين بيواصل تدريباته استعدادا للمنتخب المغربي بعد التعادل 1-1، وهيكون باحد الفنادق بمدينه السادس من اكتوبر. عندنا خبر مهم ان الاتحاد المصري لكره القدم بينفي زياده عدد الاجانب في الموسم المقبل، وان عمليه قيد اللاعبين الاجانب في الانديه في قوائم الموسم الجديد تصير وفقا للشروط التي تم تحديدها مسبقا وتم ارسالها الى الانديه. ونفى اتحاد الكره ان يكون قد تم تعديل تلك الشروط، خاصه بما يخص عدد اللاعبين في الاقامه الواحده او عدد الاجانب والمحدد مسبقا بثلاث لاعبين، يبقى ثلاث لاعيبه بس اجانب هو اللي مسموح بيهم لكل الفرق في الدوري الممتاز او في الموسم الجديد سواء دوري او كاس. السوبر الاماراتي ايضا خبر اخر، هيكون السوبر الاماراتي في القاهره الموسم الثاني على التوالي. دي حاجه مهمه جدا ان مصر لتاني موسم على التوالي بتنظم بطوله كاس السوبر الاماراتي، ويبقى في تبادل ما بين مصر وما بين الامارات في تنظيم هذه البطوله. كان السوبر الماضي كان اقيم في مصر واحتضنته مصر، وبعد كده الموسم اللي 2017 2018 ان شاء الله هيكون بامر الله في مصر، ودي حاجه مهمه جدا واضافه لدوله مصر انك دلوقتي ابتديت تحتضن البطولات الكبيره. احمد اعتقد انها برضو اضافه كبيره للكره المصريه والاتحاد المصري لكره القدم انه يستضيف متعاونا مع الاتحاد الاماراتي في استضافه السوبر كما يحدث من الامارات في استضافه السوبر المصري. مهم جدا انك تستضيف مباريات حتى دوليه خارجيه، انها شيء بيزيد من الطمانينه شويه، شيء زي ما نقول كده بالبلدي بيحرك العجله شويه، ان المباريات واحده واحده تعود. المباريات اللي هي اطرافها خارجيه بتكون الحده فيها اقل شويه، بيكون فيها الحضور الجماهيري، حضور للمتعه وحضور للاستمتاع اكتر منه من اي شيء تاني. وشفنا مباراه السيزون اللي فات كانت اجواءها جميله جدا، فانا اعتقد انها خطوه مهمه جدا ان شاء الله تكون بدايه لان الجماهير المصريه تتواجد ان شاء الله في المدرجات. هو الصراحه ده انجاز يضاف لشركه بريزنتيشن اللي وافقوا على العرض المقدم طبعا من الاتحاد الاماراتي، وافقوا على العرض المقدم من شركه بريزنتيشن للعوده مره اخرى لاقامه السوبر الاماراتي على الارض المصريه. نخش في تاريخ مواجهات بقى الاهلي والمصري على الصعيد طبعا الدوري والكاس. ادي حضراتكم لسه الكواليس اقامه الاهلي في معسكره ببرج العرب، وادي اكرم توفيق، وشفنا حسين السيد ووليد سليمان. الفريقان التقيا في 134 مباراه بواقع 113 في الدوري العام، 21 بكاس مصر. النادي الاهلي كان له الانتصارات الاكبر في 75 مباراه مقابل 24 انتصار للنادي المصري. التعادل كان في 35 مباراه بين الفريقين بواقع 24 ايجابيا ان تسجل فيه اهداف، و11 سلبيا انتهى بدون اهداف. النادي الاهلي حافظ على شباكه او كلين شيت في 60 مباراه امام المصري مقابل 27
تمكن فيها النادي المصري من الحفاظ على شباكه أمام النادي الأهلي. 203 هدف سجلهم نجوم الفريق الأهلاوي في الشباك البورسعيدية مقابل 110 هدف للمصري في شباك النادي الأهلي. سيد الدزوي طبعا نجم النادي الأهلي والنادي المصري هو الأكثر تسجيلا للأهداف، 13 هدف بواقع 10 أهداف مع النادي المصري وثلاثة مع النادي الأهلي. والسيد الدزوي هو أول هداف لبطولة الدوري العام اللي أقيمت في موسم 48. أرقام كبيرة جدا جدا وأرقام مهمة جدا بتحكي أو بتدي واقع لأهمية هذا اللقاء، إن دايما لقاء الأهلي والمصري فيه ندية كبيرة جدا. طبعا وخاصة كمان في كأس مصر، يعني فهي على مستوى الدوري هم تقابلوا 113 أو 100، على المستوى كله تقابلوا 134 مرة، في تفوق واضح للنادي الاهلي، يعني كسب النادي الاهلي 75 مره والنادي المصري 24 مره. في الكاس في نهايه الكاس بالذات النادي الاهلي قابل النادي المصري 6 مرات، في الست مرات النادي الاهلي كسب، ويعني فيهم كمان اعلى نتيجه، نتيجه فوز، يعني النادي الاهلي كسب المصري في النهائي كانت 4-0 5-0 سنه 1927، واتكررت كمان في النهائي سنه 37 بنفس النتيجه 5-0. فالست نهائيات اللي هم ما بين دي طبعا الارقام قدامنا، تاريخ هذه الارقام مع حضراتكم على الشاشه، كملها. بالنسبه للنهائيين يعني النادي الاهلي كسب النادي المصري مرتين بنفس النتيجه 5-0، لكن اكبر نتيجه في الدوري كانت 4-0، كانت موسم 78 79 وموسم 98 99. اطول فتره انتصارات للنادي الاهلي على النادي المصري كانت 8 مباريات، كانت في نص من بدايه من نص نهائي الكاس موسم 37 لغايه الدور الاول موسم 49 50. فالارقام طبعا بتاكد تفوق النادي الاهلي على النادي المصري، خاصه كمان في على مدار النهائيات، يعني ست نهائيات النادي الاهلي قبل النادي المصري، في الست نهائيات النادي الاهلي كسب. وكان في نهايات دراماتيكيه، يعني كنا لسه بنتكلم على نهائي 84 واستفدنا فيه صراحه في قناه الاهلي الفتره اللي فاتت، والنادي الاهلي كان النادي المصري كان متفوق مصعد نور الكاستن، وفي الانفاس الاخيره حتى الحاج سيد متولي كان لسه بيربط بقى الكرافات بتاعه عشان ينزل بقى يستلم الكاس، ولكن كابتن علاء ميهوب وكابتن خالد جد الله ونجوم النادي الاهلي صراحه فريق مجملا، كابتن شوبير بيصد هجمه في منتهى الخطوره من طارق سليمان بترتد تبقى هدف للنادي الاهلي بيعادل فيه، في الوقت الاضافي يضيف كابتن علاء ميهوب الهدف الثاني، ثم كابتن خالد جد الله بيضيف الثلاثيه، واحده من اهم واجمل لقاءات نهائي الكاس في تاريخ كاس مصر. هي واحده من اكثر مباريات اثاره في تاريخ الكره المصريه عموما، ودايما المباريات المثيره في تاريخ الكره المصريه والبارزه جدا تاريخيا هتلاقي الاهلي طرف فيها. المباراه اللي اتكلمنا عنها الاهلي والمصري 84، الاهلي والزمالك 4-3، الاهلي والاسماعيلي 4-4، دايما في على مدار التاريخ لتواجد الاهلي الدائم في النهائيات وتواجد الاهلي الدائم في المباريات المهمه والحاسمه حتى على صعيد بطوله الدوري اللي هي مش بطوله اقصائيه، دايما بتلاقي الاهلي بارقامه وبتواجده الكبير جدا في طرف في المباريات المثيره تاريخيا يعني. طيب احمد ثابت، احنا كنا اتكلمنا ان المواجهات ما بين الاهلي والمصري ست مرات، الست مرات كان ابرزها في نتائج هيفي سكور بالنسبه للنادي الاهلي، وفي لقاءات يعني النتائج قريبه، يعني في 3-2 44 45 في 46 47 2-1، وحتى في هذا الموسم الدور الاول كان 3-1 في الدوري والدور الثاني 1-1. هل شايف ان النهارده ممكن يبقى فيه احراز اهداف كتير؟ ممكن في حاله واحده، يعني النادي المصري لو دخل فيه هدف، النادي المصري لو اربكته بجون مبكر، كابتن حسام حسن لو اربكته بجون مبكر هيفتح دفاعه ورا فهيبقى فيه اهداف كتير، لكن لو المباراه فضلت مقفوله اول نص ساعه 0-0 مستحيل يبقى فيها اهداف كتير يعني. لكن لو اول جون، يعني نفس مباراه الذهاب النادي الاهلي حط جون بدري هدف مروان محسن، فالمباراه فتحت كابتن حسام حسن فتح ورا فبدا النادي الاهلي يجيب جوان، داخل المباراه خلصت 3-1. بالنسبه للنهائيات هم كانوا ست نهائيات على مدار التاريخ، يعني ست نهائيات ما بين الاهلي والمصري النادي الاهلي كسبهم. سنه اول موسم سنه 26 27 النادي الاهلي كسب 5-0، ثاني موسم 44 45 النادي الاهلي كسب 3-2، ثالث موسم 46 47 النادي الاهلي كسب 2-1، رابع موسم 82 83 النادي الاهلي كسب 1-0، موسم 83 84 النادي الاهلي كسب 3-1، موسم اخر موسم اللي هو موسم 88 89 النادي الاهلي كسب 3-0. فالست نهائيات طبعا بتاكد تفوق النادي الاهلي، ولكن الارقام دي مش شرط طبعا ان هي يعني ايه تاكد ان النادي الاهلي النهارده شرط يكسب يعني. واحنا حسينا حتى ان يمكن في بدايه العشرينات كان الفارق في المستوى، الفارق طبعا في الفارق في مستوى كبير جدا كان كبير، ولكن لما دخلنا على الثمانينات بقى فرق هدف، بعد كده فرق هدفين، ماكسيمم فرق ثلاث اهداف، وثلاث اهداف ده بيعتبر ريف سكور. ولكن النادي المصري مع كابتن حسام حسن الصراحه هذا الموسم
مختلف. طبعا مختلف تماما وعامل موسم محترم جدا يعني. طيب خلينا نتكلم على الكابتن حسام البدري اللي النهارده ضم قائمه فيها 23 لعيب، ولسه طبعا هنكون مع حضراتكم اول من ينقل اليكم تشكيل النادي الاهلي عبر هذا اللقاء. قائمه ال 23 لعيب هم شريف اكرامي، وائل الشناوي، احمد عادل، خط الدفاع علي معلول، رامي ربيع، محمد نجيب، احمد فتحي، ومحمد هاني، وباسم علي، صبري رحيل، خط الوسط عمرو السوليه، حسام عاشور، حسام غالي، وليد سليمان، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، صالح جمعه، واحمد حمودي، وميدو جابر، واكرم توفيق، وفي الهجوم الثلاثي عماد متعب، وعمرو جمال، وجونيور اجا ييو. زي ما قلت لحضراتكم سعد سمير وكريم ندفت بيغيبوا للاصابه، واستبعد كابتن حسام البدري عمرو بركات وحسين السيد وعمرو رضوان لاسباب فنيه. قائمه مكتمله للنادي الاهلي احمد الشناوي، ولكن قبل ما نخش على القائمه المكتمله لازم نتكلم على حكم اللقاء السويدي اللي تاني لقاء له في مصر. كان حكم قبل كده اهلي وزمالك وهو الحكم النرويجي اسمه سفين اوفر ماين، ومساعدينه كيم توماس وماجنوس لادنبرج. عندنا تقرير عن حكم اللقاء، نطلع نشوفه ونرجع نكمل كلامنا. استقر اتحاد الكرة على النرويجي سفين اوفر ماين لإدارة مباراة الأهلي والمصري في نهائي كأس مصر، ورفض مسؤول اتحاد الكرة فكرة إسناد المباراة لحكام عرب والاستقرار على طاقم أجنبي تجنبا لحدوث أي أزمات في المباراة. وبدأ سفين مسيرته التحكيمية عام 95، أدار أول مباراة في الدرجة الممتازة عام 2003 ويبلغ من العمر 38 عاما، وولد بمدينة هيوكسند بالنرويج، ويعمل اوفر كمسعف بجانب التحكيم، ويتحدث اللغتين النرويجية والإنجليزية. وليست هذه المرة الأولى التي يزور فيها سفين مصر، حيث أدار مباراة القمة التي جمعت الأهلي بنظيره الزمالك في ختام فعاليات الدوري بالموسم الماضي. المباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا أبرزها بايرن ميونخ الألماني ومارسيليا الفرنسي في ربع نهائي الأبطال عام 2012، كما أدار مباراة ريال مدريد الأسباني وجالاتا سراي التركي في ربع نهائي الأبطال عام 2013. ولا يتردد الحكم النرويجي في إشهار البطاقات الحمراء، كما أنه سريع الانفعال في حالة تجاوز اللاعبين داخل المستطيل الأخضر. علاء ميهوب هو الجول، هو الجول، الجول الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 44 من الشوط الثاني. ماشي طاير وعايز يشوط شوطة جامدة، جوه الجول، جوه الجول، جوه الجول، شوف زي ما هو عايز يشوط جامدة وبالعرض، جوه الجول، جوه الجول، لعبها عالية لعيب الجوي، لعبها جوه الجول، جوه الجول. علاء ميهوب اللي رقصه ماشي وشوطها برجله الشمال، بص الكوره جول النادي الاهلي.
مع حضراتكم تقرير عن حتى اللقاء اللي حكم اهلي وزمالك في الموسم قبل الماضي، وكان انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين. هو حكم من الحكام الكويسين جدا، ما دام حكم اي حكم بيحكم في بطوله دوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج يعني بالطبيعه كده بيبقى من افضل الحكام الموجودين على الساحه، لان هم تقييمهم في التحكيم او في كل ضوابط شروط بطوله دوري ابطال اوروبا بيبقى على اعلى مستوى. خلينا نتكلم برده ونقول ان في رقم مهم جدا، كابتن هادي خشبه من اكثر اللاعبين مشاركه في بين الفريقين، وهو من اكثر اللاعبين مشاركه في تاريخ النادي الاهلي، ولازم نديله حقه. واحد من اللعيبه الموهوبين ولاد النادي الاهلي اللي ادوا الكثير واعطوا الكثير من البطولات والانجازات مع بطوله النادي الاهلي. اعتقد برده يا احمد هادي كابتن هادي خشبه من اللعيبه الكبار قوي، تاريخ كبير جدا ولعب عدد كبير من المباريات وشارك في عدد كتير من البطولات، وكان له يعني وقعه مهمه جدا، وانه في بدايه مسيرته وكان لسه لاعب صغير، لاعب صاعد، لاعب نهائي كاس مصر 1992، واحد من اشهر المباريات في تاريخ بطوله كاس مصر وقت ما كان الزمالك متفوق بوضوح جدا جدا، وكان اقرب للمباراه وخطف الاهلي المباراه بشكل دراماتيكي. كابتن طاهر ابو زيد بقى بالتسديده الشريره بتاعته. طب احنا معانا زميلنا امير هشام من مقر فندق اقامه النادي الاهلي ببرج العرب بالاسكندريه. امير مساء الخير. مساء النور على ضيوفك ومساء الخير طبعا على كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يا رب ان شاء الله هيكون يوم سعيد على كل جمهور النادي الاهلي، ان شاء الله نقدر ان شاء الله نفوز في مباراه النهارده امام فريق المصري في نهائي بطوله كاس مصر. وخليني اتكلم بالتحديد عن البرنامج الخاص بالفريق النهارده وكواليس الفريق في يوم المباراه. طبعا النهارده في عباره عن محاضرتين من قبل كابتن حسام البدري اللاعبين، محاضره كانت صباحا، والطبيعي جدا طبعا كابتن حسام اتكلم عن اهميه هذه المباراه، اهميه الفوز على فريق المصري، اهميه الفوز بهذه البطوله، خصوصا ان هي غايبه عن النادي الاهلي بقى لها يمكن 10 سنين. لكن النادي الاهلي ان شاء الله كل اللاعبين مركزين تركيز كبير جدا ان شاء الله ان هم يحققوا هذه البطوله. خلينا اتكلم بالتحديد كمان خلال التدريبات السابقه، بتحديد تدريب امس وتدريب اول امس اللي كان في القاهره قبل انطلاق الفريق لمدينه الاسكندريه، يمكن كل اللاعبين كانوا مركزين تركيز شديد جدا، كان في حماس باين جدا على وجوههم خلال التدريبات. يمكن الحماس ده نتج عليه بعض الكدمات مؤمن زكريا، احمد حمودي امبارح ايضا كان جونيور اجاي. لكن عايز اطمن كل جمهور النادي الاهلي، كل اللاعبين جاهزين بشكل كبير جدا، طبعا الكدمات دي مش هتعوق اي لاعب منهم ان شاء الله ان هم يخوضوا هذه المباراه. القائمه المختاره كابتن حسام البدري بالكامل، كلهم لائقين من الناحيه الفنيه، من الناحيه النفسيه مهمه جدا الناحيه النفسيه، وايضا من الناحيه البدنيه. مش ناقص بس ان شاء الله غير ان الفريق يكون موفق خلال مباراه النهارده، وان شاء الله يحقق فوز كبير على فريق المصري عشان تكون ان شاء الله البطوله الثانيه للنادي الاهلي، ويجمع الثنائيه بعد غياب يمكن برضو اخر مره الاهلي حقق الثنائيه سواء بطوله الدوري بطوله الكاس مع بعض كان في موسم 2007. ان شاء الله 2017 النادي الاهلي يقدر يفوز بالبطولتين مع بعض. لكن خليني ايضا بالتحديد يا محمد نقرب شويه من الفريق، من اجواء الفريق. يمكن النهارده هيكون في محاضره اخيره من قبل كابتن حسام البدري للاعبين، هتكون في تمام بالظبط الساعه 6:15. المحاضره يمكن اللي هي بتكون خلاص اخر محاضره من كابتن حسام البدري، التعليمات الاخيره والرتوش الاخيره اللي بيحطها كابتن حسام البدري على التشكيل اللي ممكن يبتدي بيه النهارده. خليني ايضا اقول لك ان في فكر تكتيكي معين كابتن حسام البدري عايز يبتدي بيه، وده كان واضح خلال التدريبات السابقه، خصوصا ان فريق المصري فريق يمكن جيد، ويمكن قدر ان هو يفوز على نادي الزمالك بنتيجه 2-0 ومن ثم تاهل للمباراه النهائيه. ايضا في عناصر شباب كتير جدا عند فريق المصري، دول اكيد هيكونوا دافع بالنسبه لهذا الفريق. لكن كابتن حسام البدري اكيد مركز مع لعيبته بشكل كبير وكل الجهاز الفني. خلال المحاضره الاخيره دي اللي هتكون 6:15 ان شاء الله، المحاضره هتقعد حوالي تلت ساعه او نص ساعه بالكثير. الفريق هيتحرك الساعه 6:15 بالتحديد في اتجاهه لاستاد الجيش ببرج العرب واللي هتقام عليه هذه المباراه عشان يوصل قبل المباراه بساعه ونصف. لكن لو هنتكلم على التشكيل يا محمد خليني اقول لك ان يمكن التشكيل هيكون قريب شويه من المباراه الاخيره، ده بنسبه كبيره لسه طبعا كابتن حسام البدري هيحط التشكيل خلال او هيعلن التشكيل طبعا خلال المحاضره الاخيره قبل التحرك مباشره. لكن الاقرب لحد دلوقتي طبعا شريف اكرامي في حراسه المرمى، اثنين مساكين محمد من
هنجيب ورامي ربيعة ناحية اليمين. هيعود النهاردة أحمد فتحي بعد ما كان غاب في المباراة الأخيرة أمام سموحة بسبب الإيقاف. ناحية الشمال هيكون متواجد علي معلول. في نصف الملعب متواجد كل من حسام عاشور وعمرو السولية، مع احتمالية تواجد حسام غالي كابتانه النادي الأهلي، واللي هتكون إن شاء الله النهاردة آخر مباراة بالنسبة له مع النادي الأهلي. حسام غالي خلال التدريبات السابقة بالتحديد كان بيتألق بشكل ملفت جدا، وأدى تدريبات بشكل رائع، وبالتحديد خلال التقسيمات قدر إنه يحرز أكتر من هدف، وكان ليه بعض طبعا اللمحات المهارية اللي إحنا أكيد متعودين عليها من كابتن حسام غالي. فمش بعيد ممكن أيضا يكون في الصورة النهاردة ويبتدي بيه كابتن حسام البدري. ده بالنسبة لنص الملعب. التلت الأمامي بالنسبة للفريق يا محمد هيكون متواجد كل من عبد الله السعيد، أيضا هيكون متواجد وليد سليمان، أيضا هيكون متواجد جونيور أغاي كمهاجم وحيد بالنسبة للنادي الأهلي، أيضا مع تواجد أحمد حمودي في تشكيل الفريق. ده التشكيل الأقرب بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة لكابتن حسام البدري. لكن في كل الأحوال مش ناقص غير إن شاء الله نتمنى كل التوفيق بإذن الله لفريق النادي الأهلي النهاردة. إن شاء الله يقدروا يحققوا الفوز، إن شاء الله يسعدوا كل جمهور النادي الأهلي منتظر البطولة دي بفارغ الصبر، عشان بقالنا كتير يمكن ما حققناهاش، وده اللي مش متعودين عليه من النادي الأهلي. إن شاء الله النادي الأهلي هيقدر يفوز النهاردة ببطولة كأس مصر ويجمع ثنائية. طيب أمير، عايز أسألك، هل كان في جلسات ما بين كابتن حسام غالي بصفته قائد للفرقة واللعيبة، كان في تجمعات سواء أمس أو اليوم قبل التحرك إلى اللقاء ما بين كابتن حسام غالي واللعيبة، والترابط اللي دايما احنا متعودين عليه في النادي الأهلي قبل التوجه إلى المباراة، خاصة إنها بتعتبر آخر بطولة لحسام غالي معاهم مع الفريق، وهم كانوا صرحوا إن هم عايزين يكسبوا هذا الفوز ويهدوه للنادي الأهلي أيضا وجمهور النادي الأهلي ولحسام غالي. زي ما انت بتقول كده يا محمد، في ترابط كبير جدا اكيد زي ما بين حسام غالي وبقيه لاعبي النادي الاهلي، وده اللي خلي بالك متواجد خلال الفترات اللي فاتت بشكل دائم. يمكن بعض الكلام دايما بيطلع بخلاف ذلك، لكن ده مش الحقيقي. ترابط واضح جدا ما بين حسام غالي وباقي لاعبي النادي الاهلي. طبعا تجمعات بالنسبه لهم والاحاديث بالنسبه لهم مستمره. حسام غالي دايما خلال المعسكرات السابقه قبل اي مباراه دايما بيدي تعليمات، وبما انه قائد الفريق بالنسبه للنادي الاهلي تعليمات طبعا محدوده في اطار طبعا العلاقه ما بين حسام غالي وبعض لاعبي النادي الاهلي او كل لاعبي النادي الاهلي. طبعا اهميه التركيز، حسام غالي دايما اكيد بيركز على نقطه زي دي، اهميه التركيز في مباراه بالتحديد كبيره زي مباراه المصري النهارده. زي ما احنا عارفين يا محمد في دوافع كتير جدا عند لاعبي النادي الاهلي، مش بس بطوله كاس مصر، هي دوافع اكيد كلنا عارفينها، اهميه الفوز على فريق النادي المصري، وايضا اهميه الفوز بالبطوله نفسها. لكن التجمعات بشكل عام اكيد لاعبي النادي الاهلي كلهم في ترابط دائم ما بينهم. يمكن النهارده مش هتكون اخر مباراه بس لحسام غالي، ايضا هتكون اخر مباراه لعمرو جمال ايضا اللي هيحترف خلاص في الدوري الجنوب افريقي. لكن كل لاعبي النادي الاهلي، اللي عايز اطمن كل جمهور النادي الاهلي من خلالك يا محمد، ان لاعبي النادي الاهلي مركزين تركيز كبير جدا طبعا اهميه الفوز النهارده، وفي حماس شديد جدا عندهم ان هم يقدروا ان شاء الله يحققوا اللقب بالنسبه للنادي الاهلي. الرقم هيكون رقم 36 ان شاء الله بالنسبه لفريق النادي الاهلي، وايضا العوده بهذه البطوله، خصوصا ان البطوله دي اكيد مهمه لكل جمهور النادي الاهلي. وان شاء الله باذن الله لاعبي النادي الاهلي رجاله، وان شاء الله هيقدروا يفوزوا خلال المباراه. وخليني اقول لك من خلال تواجدنا هنا في مقر اقامه الفريق في تفاؤل كبير جدا يا محمد. يعني يمكن بعض الجماهير متواجده هنا اللي بتآزر الفريق، بعض الحضور او بعض المقيمين في الاوتيل الخاص بلاعبي النادي الاهلي بيدوا دافع كبير بالنسبه للاعبي النادي الاهلي للفوز في هذه المباراه، وايضا في حاله تفاؤل مهمه جدا قبل اي مباراه بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين. وان شاء الله ان شاء الله باذن الله. طيب امير، عايز اسالك جاهزيه محمد نجيب البدنيه لهذا اللقاء، ايضا كان في جلسات احنا كنا سمعنا ان كان في محاضرات خاصه ما بين كابتن حسام البدري لرامي ربيعه ومحمد نجيب، وايضا كان دخل معاهم احمد فتحي ومعلول في هذه المحاضرات، بحيث ان ده هيبقى المرشح الاقرب كرواعي انه يبدا لقاء اليوم ان شاء الله امام النادي المصري. بالتحديد
الجاهزيه بالنسبه لمحمد نجيب هبتدي معاك بيها. محمد نجيب جاهز بشكل كبير جدا للمباراه. يمكن محمد نجيب كان عنده اصابه قبل مباراه سموحه لكن قدر انه يلعب في مباراه سموحه وادى بشكل اكثر من رائع. ايضا هو جاهز فنيا بشكل كبير وبدنيا طبعا بشكل كبير لمباراه النهارده. لكن بالنسبه للجلسات زي ما انت بتقول فعلا اكيد في جلسات من كابتن حسام البدري لخط الدفاع بالتحديد، خصوصا ان فريق المصري هو الفريق الوحيد اللي قدر السنه دي انه يحرز هدف في مرمى النادي الاهلي سواء في مباراه الذهاب او العوده في بطوله الدوري الممتاز. بالتالي ده معناه ان هم عندهم خط هجوم جيد ومعناه ان هم اكيد هجوميا يمكن يكونوا عندهم قوه نوعا ما. يمكن ده يكون طبعا بعض التعليمات من قبل كابتن حسام البدري بالتحديد لخط الدفاع زي ما انت قلت على اهميه التركيز مع مهاجمي فريق المصري. يمكن المهاجمين عند فريق المصري عن شباب شويه، عندهم طبعا نوع من انواع الجري كبير جدا وده طبعا بيمتاز بيه اي شاب طبعا في الملاعب المصريه بشكل عام. لكن طبعا في تعليمات مهمه من قبل كابتن حسام البدري خط الدفاع واهميه عدم طبعا استقبال اي هدف، وده اكيد مفتاح الفوز في اي مباراه بتحديد طبعا مباراه مهمه زي مباراه بطوله كاس مصر. مش بس التعليمات كانت لخط الدفاع، لا ايضا التعليمات كانت لخط الهجوم، اهميه استغلال اي فرصه بالنسبه للفريق ان شاء الله في احراز الاهداف. يمكن النادي الاهلي تغلب على طبعا جزئيه اضاعه بعض الفرص في المباراه الاخيره امام فريق سموحه بالتحديد، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه كبيره 4-0. ان شاء الله النادي الاهلي ان شاء الله خلال مباراه النهارده يقدر يقرر، مش مهم النتيجه، ممكن مهم يقرر ان شاء الله الفوز، ويقدر النادي الاهلي يفوز في مباراه النهارده. وان شاء الله لاعبي النادي الاهلي بالتحديد مهاجمي النادي الاهلي مركزين بشكل كبير جدا على انهاء الهجمات بشكل جيد، ومن ثم احراز الاهداف، ومن ثم ان شاء الله الفوز بهذه البطوله المهمه. يا محمد، زميلي امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي من مقر اقامه الاهلي ببرج العرب في الاسكندريه، بشكرك شكرا جزيلا، تغطيه وفيه جدا على كل واخر اخبار وكواليس النادي الاهلي. خلينا اروح لك الاهلي، ممكن يبتدي بيه وليد سليمان، ممكن يبتدي بمؤمن زكريا، هو بيحب يبلع باللعيبه اللي عندها قدرات هجوميه. كابتن حسام البدري من الناحيه الهجوميه وايضا من الناحيه اللي بيعرفوا يعملوا الناحيه الواجب الدفاع بشكل كبير جدا، لانه دايما كابتن حسام البدري بيحب اللعيبه اللي بتحمي الباكات اللي على الاطراف. بالنسبه للمباراه النهارده ممكن كابتن حسام يفكر في وليد سليمان ومؤمن زكريا، ليه؟ لان كمان الناحيه الثانيه عند النادي المصري مستو في الاطراف سواء عبد الله جمعه او محمد الشامي، والسرعات الاثنين سريعين، الاثنين سريعين جدا والاثنين ممتازين جدا من افضل الاجنحه في الدوري المصري سواء عبد الله جمعه او محمد الشامي. فطبعا اعتقد ان كابتن حسام هيفضل وليد سليمان، خاصه بعد الحاله اللي احنا شفناها عليه في مباراه سموحه. يمكن لو عرضنا ارقامه هتلاقي وليد سليمان نعم. وليد سليمان عنده ميزه في القدرات الدفاعيه، من احسن الاجنحه في مصر اللي بتدافع. ثاني حاجه ان هو فعال على الجون، ما بي يعني على طول تلاقيه يشوط، على طول مميز جدا، يعني فعال جدا على الجون، دقه محاولاته عاليه، قدراته الدفاعيه عاليه، تحس ان هو فعال، مش بتاع ان هو بيرقص بقى او كده او الكره معدل فقد الكره بتاعه عالي، لا هو تحس ان هو ملتزم جدا بالتعليمات. عشان كده وليد سليمان دايما في كل المباريات الثقيله للنادي الاهلي في السنوات الاخيره دي تلاقي الجناحين وليد سليمان ومؤمن زكريا. هذه ارقام وليد سليمان دي، اه وليد سليمان طبعا في المباراه دي يمكن هو كان واحد من نجوم المباراه، امام سموحه لعب 62 دقيقه، احرز هدفين، نسبة دقة تمريراته كانت 86%، عدد تمريراته وهي كانت 43 منهم 15 للجنب، فده بيأكد ان هو لما بيعمل تمريرات للجنب بيسمح كتير ان هو بيعمل الاوفرلاب لعلي معلول دايما من وراه، دي يمكن كانت من اهم الملحوظات في المباراة سموحة. بالنسبة لقطع الكرة، قطع الكرة 6 مرات، ده اللي كنت بقول عليه لحضرتك، معدل قدراته الدفاعية عالية جدا، فقد الكرة مرتين، فده برضه ميزة وليد سليمان يمكن مميز أكتر عن حمودي في حتة إن هو قدرات الدفاعية، والحاجة التانية حمودي فقد الكرة بتاعه عالي، لكن وليد سليمان فقد الكرة بتاعه قليل شوية. بالنسبة لعدد المحاولات 3 جاب منهم جونين، يعني نسبة النجاح بتاعتها 67%، طبعًا حصل على خطأ، فده بيأكد إن وليد سليمان في المباراة دي لأ بدأ رغم إن هو كان راجع من فترة طويلة. في برضه رقم تمريرات للخلف، وده معناه إن هو بيلعب لعب جماعي. اه طبعا مش فردي. 12 مرة. لعيب جماعي جدا ولعيب يعني ايه زي ما قلت لحضرتك بدليل ان هي الجماعية ان معدل فقد الكرة بتاعه مرتين بس، فده بيأكد ان وليد لا لاعب منتج. ودايما المباريات الصعبة على النادي الاهلي في السنوات اللي في السنتين الاخر هتبص تلاقي لفيت مثلا لعيبة حمود، لعيبة الشيخ، لعيبة اي حد، هتبص تلاقي في الاخر وليد سليمان ومؤمن زكريا. طيب احمد فاروق، يعني الجماعية والتكتيكية وكل امكانيات وليد سليمان، حتى في اللقاء الاخير قبل سموحه كنت اتكلمت معاك، هل من الوارد ان وليد سليمان بقدراته ممكن يلعب؟ وانت اكدت وقلت اه وليد سليمان عنده امكانيات.
اللعيب اللي زي وليد سليمان بفكره اعتقد ان هو اقرب اللعيبه للفكر الاوروبي من ناحيه الجناحات في الواجب الدفاعي والواجب الهجومي. احنا هنا عندنا اللعيب المصري للاسف في اغلب الاحيان بيأدي لك دور واحد، يكون قوي هجوميا يا قوي دفاعيا. شايف وليد سليمان في دوره مع النادي الاهلي عامل ازاي؟ دي معاناه تاريخيه في الكره المصريه عموما، فكره الجناح اللي بيعرف يقوم بادوار دفاعيه بشكل كويس جدا، الجناح اللي بيقوم بادوار تكتيكيه مهمه جدا، ده ما كانش متوافر بشكل كبير جدا في الكره المصريه عموما وفي النادي الاهلي في بعض الفترات. وليد سليمان كمان عنصر خبره مهم جدا في مباريات النهائي، المباريات اللي هي بتحسم بطوله، عناصر الخبره بتكون دايما دورها هو اهم دور، فانا اعتقد ان وليد سليمان النهارده هيكون من العناصر المهمه والمؤثره جدا جدا في حاله مشاركته، واعتقد بنسبه كبيره ان هو هيشارك، واذا شارك انا واثق انه هيكون مؤثر. كمان نقطه مهمه جدا اتفق مع احمد فيها ان هو فعال جدا على المر، وهو من اللعيبه اللي بتسدد بشكل كويس ومن اللعيبه اللي مش بتستعجل، فانا اعتقد ان وليد سليمان لا كعنصر خبره في الملعب هيكون دوره مهم جدا جدا، واعتقد ان هو ان شاء الله هيكون من العناصر الحاسمه في الفريق. وجماعيته بتضيف للفرقه سواء من الناحيه التكتيكيه، من الناحيه الجماعيه، ومن الناحيه التهديفية. دي قيمة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، فريق الأهلي، فريق الأهلي من أكثر الفرق اللي بتلعب بشكل جماعي كويس جدا، وعناصر الخط الوسط بتكون مترابطة، رغم إن في تغييرات كتيرة بتحصل في خط الوسط، يعني بنشوف أحمد حمودي، بنشوف صالح جمعة في الفترة الأخيرة بقى بيتبادل مع عبد الله السعيد، لكن أي عنصر بيدخل بيكون منسجم مع العناصر الموجودة جنبه في خط الوسط، ودي نقطة مهمة جدا للأمانة الشديدة تحسب للكابتن حسام البدر. طيب إحنا معانا تقرير عن التفوق الأحمر للنادي الأهلي على النادي المصري في كأس مصر، نطلع ونشوفه ونرجع ونكمل كلام. علاء ميهوب، علاء ميهوب، هو الجول، هو الجول، الجول الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 44 من الشوط الثاني. سمير فوزي، جول الثالث للنادي الأهلي. بيعدي أيمن لطاهر أبو زيد وماشي طاهر، وماشي طاهر وعايز يشوف شوطة جامدة، جول 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 جول. وأدي كأس مصر بيرفعه كابتن ثابت البطل متوجا عرق وجهد وكفاح لاعبي النادي الاهلي. يتفوق الاهلي في تاريخ لقاءاته امام المصري في بطوله كاس مصر بعد ان تقابل 21 مره، حقق خلالها الاهلي 14 انتصارا بينما خسر 3 مرات وسيطر التعادل على 4 مواجهات. أحرز الأهلي في شباك المصري في الكأس 48 هدفا، بينما استقبلت الشباك الحمراء 22 هدفا، وكان أكبر فوز لصالح الأهلي مرتين بخماسية دون رد عامي 27 و37. المثير أن الأهلي واجه المصري 6 مرات في نهائي الكأس، ولم يستطع الفريق البورسعيدي انتزاع اللقب من أنياب الأهلوية أي مرة. وكانت المواجهة الأولى بين الأهلي والمصري في نهائي الكأس عام 27، وفاز الأحمر بخماسية سجلها مختار التتش هدفين وحسين حجازي هدفين وممدوح صقر هدف واحد. وفي نهائي عام 45 فاز الأهلي على المصري بنتيجة 3-2 وسجل للأهلي أحمد مكاوي هدفين وحسين مدكور، وأحرز للمصري محمد جودة ومحمود العدني. وفي نهائي عام 47 فاز الأهلي بنتيجة 2-1 وأحرز الثنائية فؤاد صدقي هدفين وأحرز للمصري حمدين الزامك. وفي نهائي عام 83 فاز الأهلي بهدف خالد جدالله، ويبقى النهائي الأشهر عام 84 والذي فاز فيه الأهلي بنتيجة 3-1 بعدما كان على أعتاب الخسارة بعدما تقدم المصري بهدف حسام غويبة، ولكن علاء ميهوب كان له رأي آخر، استعادل في الدقيقة 90 ثم لجأ الفريقان للوقت الإضافي ليسجل ميهوب هدفا ثانيا ثم يحرز خالد جدالله الهدف الثالث. وفي عام 89 فاز الأهلي بثلاثية سجلها طاهر أبو زيد وأيمن شوقي وحسام حسن المدير الفني الحالي للمصري البورسعيدي. وادي كأس مصر بيرفعه كابتن ثابت البطل متوجا. Come on, I want to see the secret. I'm not afraid.
تانية نرجع لحضراتكم ونكمل نهائي كاس ليلة الكاس الأهلي والمصري، نهائي كأس مصر البطولة رقم 85. فكر حضراتكم النادي الأهلي الأكثر حصولا على كأس مصر 35 مرة، ما شاء الله، وده ريكورد بيحتله النادي الأهلي في صدارة الأندية المصرية، كما يحتل 39 مرة في بطولة الدوري العام. وما شاء الله النادي الأهلي في أي من البطولات هو صاحب العدد الرقم القياسي في أي بطولة هو بيخشها، عشان كده لقب نادي قرن لا يأتي من فراغ. أكمل كلامي مع ضيوفي الكرام واستعدادات النادي الأهلي وأبرز العناصر الموجودة في النادي الأهلي، وأيضا هنستدرك أيضا النادي المصري. خلينا نتكلم دلوقتي على المهاجم الفذ، المهاجم صاحب المواهب الخاصة، إمكانيات خاصة، مهارات خاصة، مهاجم له ستايل خاص به هو، مفيش حد حتى قريب منه في الدوري الممتاز، وهو اللاعب النيجيري جونيور أجاي. صح، جونيور أجاي يمكن النهاردة يعني اعتقد ان هو هيكون كلمه السر في المباراه. جونيور أجاي النهارده يعني لو في حالته هيفرق جامد جدا مع النادي الاهلي، خاصه كمان ان هو مميز جدا كمحطه في الالتحامات. النادي المصري عندهم سواء اسلام صلاح او احمد ايمن منصور حته الالتحامات الاثنين ضعاف فيها جدا، هي الكور اللي هتبقى من تحت او الكور العاليه، فدي هتبقى مهمه جدا ان انت تقدر تستخدم جونيور أجاي كمحطه بتحضر عليه الهجمه. كمان جونيور أجاي لعيب مهاري قوي، لعيب دماغه يعني فكره، لعيب ذكي جدا، لعيب بيقدر يتحرك في المساحات، خاصه ان انت تقدر تستخدم جونيور أجاي في المساحه اللي ورا محمد حمدي، يعني هو لو ميل ورحل مثلا على لو وليد سليمان او حمودي بيلعب في الجبهه دي هيقدروا يعملوا ثغره كبيره جدا للنادي المصري في الناحيه دي، لو جونيور أجاي حول او ايه او راح في الناحيه دي مع وليد سليمان. اعتقد ان أجاي هيفرق جامد جدا النهارده، واعتقد ان هو هيكون نقطه يعني واحد من اهم مفاتيح لعب النادي الاهلي النهارده هيبقى جونيور أجاي. طب احنا كنا عاملين تشكيل انيميشن او تشكيل محتمل للنادي الاهلي والنادي المصري، عايزين نعرضه لحضراتكم ونتكلم فيه باستفاضه عشان نعرف ابرز العوامل الرئيسيه من ناحيه الخططيه بالنسبه للكابتن حسام البدري وايضا بالنسبه للكابتن حسام حسن. ده تشكيل النادي الاهلي زي ما قلنا لحضراتكم، شريف اكرامي ورامي ربيعه، محمد نجيب في خط الدفاع، احمد فتحي على الجانب الايمن، علي معلوب على الجانب الايسر، حسام عاشور وعمرو السوليه، ومن المحتمل يكون حسام غالي مكان حسام عاشور، عبد الله السعيد او وليد سليمان، احمد حمودي او مؤمن زكريا، وجونيور أجاي في خط راس الحربه. احمد ثابت اكيد عندك تعقيب. اه طبعا، تشكيل النادي الاهلي هيبقى نفس التشكيل، يعني لو بدا بنفس التشكيل ده نفس التشكيل بتاع مباراه سموحه، ما غيرش حاجه الا احمد فتحي بس. طبعا عوده احمد فتحي هتفرق جامد جدا من الايقاف، هتفرق جامد جدا في القدرات الدفاعيه، لان النادي المصري النهارده عنده محمد الشامي، تحركات محمد الشامي في ظهر الظهير الايمن لاي منافس تعمل مشاكل كبيره جدا. محمد الشامي مميز قوي في التحرك بدون كوره ورا الظهير الايمن، فاعتقد عوده احمد فتحي وجنبه رامي ربيعه يعني هتقدر ان هي تقفل الحته ديت. النقطه الثانيه طبعا الاختراقات من اللي على الاطراف سواء حمودي او وليد سليمان. حمودي النهارده برده يعني لو لعب ورا بس قدر يستغل المساحه اللي بيسيبها محمد حمدي وبيتقدم، اعتقد ان حمودي هيفرق جامد جدا. وليد سليمان بخبراته مهم جدا، جونيور أجاي احد مفاتيح واهم لاعب النادي الاهلي النهارده. طيب احمد فاروق اكيد لك تعقيب على طريقه اداء النادي الاهلي، خاصه انه بيلعب فرقه كابتن حسام حسن من الفرق اللي بتبقى دايما عندها فايتنج سبيريت عالي، معدل جري عالي جدا، معدل بدني عنده بيبقى قوي جدا، فاكيد تكتيك النادي الاهلي ازاي هيفك شفرات الدفاعيه للنادي المصري. ده من الاسباب المهمه جدا اللي تخلي عوده احمد فتحي في غايه الاهميه في مباراه زي دي. احمد فتحي اعتقد دوره النهارده هيكون مهم جدا، لان اخطر عناصر النادي المصري هو محمد حمدي الباك الشمال اللي بيقوم بادوار هجوميه مميزه جدا ومزعج جدا في الجبهه اليسرى وشفناه في اكتر مباراه، فاعتقد مهم جدا وجود احمد فتحي. وكمان زي ما بنقول خير وسيله للدفاع هو الهجوم، فمسانده الدور الكبير اللي المفترض يقوم بيه حمودي في الجبهه اليمنى اعتقد كمان هيحجم من محمد حمدي شويه ويخليه يشغله شويه في المهام الدفاعيه. وجود جونيور أجاي اعتقد مهم جدا جدا لعنصرين زي وليد سليمان وعبد الله السعيد. وليد سليمان وعبد الله السعيد من اكثر العناصر في الكره المصريه اللي بيتقدموا وبيسندوا على منطقه الجزاء بشكل كويس جدا، وزي ما اقول كده بلغه الكره بيصطادوا الكره لمنطقه الجزاء. وجود محطه زي جونيور أجاي للجايين من خلف سواء وليد سليمان او عبد الله السعيد بيسددوا بشكل كويس، عندهم دقه تسديد على المرمى بشكل ممتاز شفناهم في اكثر يعني في ارقامهم المميزه جدا على مدار المواسم اللي فاتت. فانا اعتقد ان وجود جونيور أجاي هيخلي من الضروره جدا ان يكون عبد الله السعيد موجود في القلب، أو صالح جمعة طبعا وارد جدا ان صالح جمعة يكون من الناس اللي بتبتدي اللقاء. صالح وارد جدا، وشفنا يعني لما شارك في اكثر مباراه بدايه اللقاء كان دوره مهم جدا، لكن كمان حتى لو شارك عبد الله السعيد وكان صالح جمعة كبديل انا اعتقد ان صالح جمعة نزوله هيربك النادي المصري، خصوصا مع يعني استهلاك بدني متوقع في الشوط الاول. كمان انا افضل شويه وجود حسام غالي، زي ما قلنا عناصر الخبره مهمه جدا جدا في مباراه حاسمه زي دي، ليدر زي حسام غالي اعتقد كمان الحافز الرهيب اللي هيكون موجود عنده ان هو يرفع الكاس قبل ما يروح لتجربة
تجربة النصر السعودي، أعتقد إمكانياته الفنية وكمان الدافع النفسي هيخلي دوره مهم جدا النهاردة مع باقي العناصر اللي هم الخبرة عبد الله سيد وليد سليماني. طيب احنا ادي لقاء الأهلي والمصري، ادي مروان محسن الهدف الأولاني، نتمنى له سرعة العودة إلى الشفاء، وطبعا التمريرات السحرية لعبد الله السعيد، وادي مروان محسن اللي انطلق وحط الكرة عكس اتجاه الريح وعكس اتجاه الناس كلها وحطها على الثابتة للجون، ودي من الحاجات اللي بتبين راس الحربة الجامد، راس الحربة اللي عنده فكر. وادي برضو كرة تانية مروان محسن بيعمل عليها محطة عشان النادي الأهلي بيحفظ الهدف الثاني، وادي الكرة اللي دايما كابتن حسام البدري بيضرب كل الديفنسات بيها، وهو خروج او تحرك الظهيري عشان يضربوا بيها التكتلات الدفاعيه. صراحه ماتش الاهلي والمصري من الدور الاول من افضل اللقاءات اللي كانت في هذا الموسم. احنا بعد ما نستعرض مع حضراتكم هنجيب بقى تشكيل النادي المصري المقترح في هذا اللقاء. كابتن حسام حسن دي عنده تحفظات كتير جدا في هذا اللقاء، لانه عارف ان ده لقاء فاينل كاس ولقاء لا يقبل القسم على اثنين، فبالتاكيد مش هيبقى عنده مغامره هجوميه كبيره جدا جدا بالنسبه لكابتن حسام حسن، لانه برده متعود واحد من اكبر النجوم الكره المصريه عبر التاريخ، سواء مع النادي الاهلي سواء مع المنتخب المصري، ارقامه كلها وانجازاته يعني تتكلم عن نفسه. التشكيل المتوقع للنادي المصري البورسعيدي هيبقى في حراس المرمى احمد بوسكا واحمد ايمن منصور واسلام صلاح ومحمد حمدي في الجانب الايسر، كريم العراقي في الجانب الايمن، احمد موسى وفريد شوقي، وعلى الجانب الايسر في الامام عبد الله جمعه، محمد الشامي في الجانب الايمن، واحمد جمعه واسلام عطيه. ده التشكيل الابرز المحتمل للنادي المصري. عندك تعقيب احمد فاروق على من اهم ملامح تشكيل المصري او اداء المصري بشكل عام في الفتره اللي فاتت ان هو بيلعبوا بحيويه كبيره جدا، عناصر شابه وعناصر مزعجه جدا خصوصا في الجانب الهجومي. احمد جمعه من اكثر المهاجمين اللي بيتحركوا بشكل كويس جدا سواء جوه منطقه الجزاء او كمان لما يسقط بره منطقه الجزاء. اسلام عطيه والشامي وطبعا عبد الله جمعه اللي هو مهاري بشكل كبير جدا، والتحركات بتاعت عطيه والشامي اعتقد مزعجه جدا، لكن هي سلاح ذو حدين لان ممكن النادي الاهلي يستغلها في ضرب دفاعات المصري، خصوصا زي ما قلنا مع تقدم محمد حمدي اللي هو واحد من اخطر العناصر اللي بيساند هجوميا بشكل كويس وبينفذ العرضيات بشكل كويس. نقطه الكرات العرضيه برده مهمه جدا لان احمد جمعه مميز فيها ومزعج جدا في منطقه الجزاء، وبيجيد التسديد كمان، وعنده قوه بدنيه كويسه جدا، يعني احمد جمعه من اقوى المهاجمين بدنيا في الدوري المصري، فدي نقطه هتحتاج تركيز كبير جدا من قلبين دفاع النادي الاهلي. طيب احمد ده ثابت اكيد عندك طبعا تشكيل النادي المصري، يمكن هي طريقه لعب جديده في المباراه الاخيره، واعتقد ان هي الاقرب النهارده ان هو يلعب 4-4-1-1. استخدام احمد جمعه في ان انا بنستخدمه كمحطه، بينزل يسقط خلف اسلام عطيه عشان طبعا احمد جمعه ينزل دايما هو هيلعب على الكره دي، ان احمد جمعه ينزل يسقط يسحب مثلا محمد نجيب ويفضي المساحه اللي وراه عشان يقوم لاعب الكره التمرير الطولي في ظهر محمد نجيب لاسلام عطيه، دي رقم واحد. النقطة الثانية طبعا ان احمد جمعة يعني متفوق جدا في الالتحامات وان هو هياخد كل الكور العالية، فدي طبعا مهمة جدا سواء لحسام عاشور وعمرو السولية. النقطة الثالثة انت كابتن حسام دايما بيضغط ضغط عالي، كابتن حسام حسن دايما بيضغط ضغط عالي، فانت عشان تحضر الهجمة قدام النادي المصري ما ينفعش تحضرها من قلبين الدفاع، هتعاني. عشان كده مثلا لما كنا بنشوف السنه اللي فاتت كان حسام غالي ينزل يسقط قدام حسام حسن كانت بتيجي فيه اهداف في النادي الاهلي. عشان كده لما تيجي تحضر الهجمه قدام النادي المصري لازم تحضرها من ظاهرين الجنب سواء احمد فتحي او علي معلول. عشان كده النهارده عوده احمد فتحي مهمه جدا جدا للنادي الاهلي في حته تحضير الهجمه، ان انت تقدر تبني الهجمه سواء من عند شريف اكرامي لانه مميز بالتمرير الطولي، واحمد فتحي وعلي معلول، لكن حته ان انت تبني الهجمه من ربيعه او يعني نجيب. انت تقصد ان كما فعل الفريق الجزائري اللي كان بيلعب نادي الاهلي في البطوله العربيه كان بيضغط على حسام غالي في وسط الملعب عشان في بدايه الهجمه. يعني لو حتى لو عرضنا الخريطه الحراريه بتاعه النادي المصري يا معانا الخريطه الحراريه هتبص تحركات لعيبه النادي المصري كلها دايما من العمق، هتلاقي الضغط العالي. يعني احمد جمعه هو بيلعب كمهاجم متاخر كسكند سترايكر وقدام اسلام عطيه، وبعدين بيجي من وراهم عبد الله جمعه ومحمد الشامي، فانت عشان تحضر الهجمه قدام النادي المصري لازم تتحضر على الظهيرين، ما ينفعش تحضر من العمق لان هم هيضغطوا عليك ضغط عالي. او لو هحضر من العمق ابقى سريع يبقى في سرعه طبعا، او من خلال شريف اكرامي لان شريف اكرامي واحد من احسن الحراس في مصر اللي بتحضر الهجمه من تحت. دي نقطه مهمه جدا. طبعا خطوره النادي المصري في الاطراف سواء محمد الشامي وعبد الله جمعه، وكمان بيزيد عليهم محمد حمدي ناحيه الشمال بيتحول لجناح ايسر، فريد شوقي بيروح يغطيه، فدي برده هتعمل مشكله في النادي المصري ورا الاثنين الارتكاز. عشان كده تحركات جونيور اجاي مهمه جدا النهارده لما ينزل يسقط. اهي دي الخريطه الحراريه، بص حضرتك على مركز مثلا احمد جمعه، احمد جمعه تحت اسلام عطيه بيلعب كمهاجم متاخر، بص هناك ناحيه الشمال رقم 15 محمد حمدي فين،
بيلعب كجناح. هو وارد اهو قدام الدايره بالظبط في اربع لعيبه، في اربع لعيبه يضغطوا على اثنين وقدامهم اثنين ارتكاز، فهو يبقى اربعه على اربعه نسبه دفاعيه يعني متكافئه، فيقدر يخلق وتمركز اللعيبه كلها بتاعت اللعيبه اللي قدام عند النادي المصري من حته العمق. عشان كده بقول لما تيجي تحضر الهجمه لازم تحضر من الاطراف. طبعا محمد حمدي لو خدنا بالنا بيتقدم بشكل كبير جدا وبيسيب مساحات وراه، فالنهارده احمد حمود يقدر يستغل النقطه دي، هتفرق جامد جدا مع النادي الاهلي. النقطه الثانيه بص حضرتك المساحات ورا ثنائي الارتكاز سواء فريتشا او عمرو موسى، لان النهارده لما تستخدم اجايكا محطه بينزل يسقط وتحركات عبد الله السعيد او صالح جمعه ورا الاثنين الارتكاز هتفرق جامد جدا مع النادي الاهلي بالتاكيد. التغطيات والتفكير التكتيكي والوعي التكتيكي الكابتن حسام البدري في اداره هذا اللقاء هتكون هي العامل الفارق في التفوق ان شاء الله للنادي الاهلي في هذا اللقاء. طبعا نهايه فقرتنا الاولى بشكر ضيفي الكريمين، طبعا الناقد الرياضي الاستاذ احمد فاروق كنت منور النهارده وان شاء الله تكون معنا على طول في ربنا يخليك، بسعد بيك دايما وبسعد بصديقي احمد موفقين، وان شاء الله نبارك للاهلي النهارده بالليل على بطوله جديده ان شاء الله باذن الله. وايضا محلل الاداء الناشط احمد ثابت كنت منور النهارده وان شاء الله تكون معنا على طول في ده نورك، وبسعد دايما بتواجد مع حضراتكم مع كابتن احمد طبعا. مشاهدينا هنطلع الى تقرير مهم للاهلي في الصحف وارجع استقبل ضيفي الكبيرين الاستاذ اكرم عبد الغني الناقد الرياضي وايضا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ زغلول صيام. نطلع فاصل ما تروحوش بعيد، نادي الاهلي حديث.